يكون اليوم بعطل جديد، هو عطل اليو اس بي. اجانا هذا الجهاز قاطع كل اليو اس بيات، كل اليو اس بيات واقفه. في هون عندي مأخذين يو اس بي، واحد 2 وواحد 3، وفي عندي هون كمان واحد 2. فاليو اس بيات كلها واقفه. جربنا بالتعريفات، جربنا نحدث له بايوس، جربنا نسخه ثانيه، جربنا هارد ثاني وما نفع معنا العطل. واذا فت على اداره الاجهزه هون فبتلاقي انه معرف نظامي ولا في اي اشكال، تمام؟ اذا فتنا اداره الاجهزه فاليو اس بي معرف ولا في، ما في اي مشكله يعني، تمام؟ مثل ما شايفين. واذا جيت لهون يعني ما لا الفار عم تشتغل ولا الهارد عم يشتغل ولا اي شيء، تمام؟ هلا نحن بهي الحاله لازم نتوجه للمخطط، تمام؟ هلا هو الجهاز هو توشيبا سي 55 بي، رقم البورد ال اي بي 30 بي ار 10، تمام. هلا بالمخطط هون، بالمخطط انا لازم افحص ما يدعى بالاوبن كونكشن. هون اوبن كونكشن، هاي الاوبن كونكشن لكل كونكتر يو اس بي في له شيء اسمه اوبن كونكشن، تمام. قيمته 1.8 او 3.3 فولت. فهي المقاومه هي قيمتها 10 كيلو. فتحنا البورد وقسنا هي القيمه فكانت نظاميه. هلا جبنا لكم صوره هون للبورد هون. فهي هي المقاومه اسمها RBC7، هي المقاومه عليها قيمه 1.8 فولت وقيمتها 10 كيلو. فالاوبن كونكشن نظاميه، تمام. وال الكونكترات عليها 5 فولت مضبوطه، يعني هون ال 5 فولت وقست على الكونكتر. هون الكونكترات هون عندي على الجهاز الكونكتر عليه 5 فولت نظاميه، يعني عندي هون 5 فولت وعندي هون 5 فولت وهون 5 فولت متواجده، ولكن انا مشكلتي بالداتا. فهيك بهي الحاله هذا حكم قطعي بتلف الجسر، بتلف الجسر اللي هي الشيبسيت. هون هي من نوع اس او سي، هون راح افرجيكم اياها، هي من نوع اس او سي، تمام. هي هي، فانا بكون عندي تلف بمنطقه اليو اس بي بقلب الجسر، بالبلوك اللي خاص بالجسر، فبكون عندي هون عمليه التلف. هلا مثل هذا العطل ممكن ينحل معنا بالتسخين، بيكون طبعا مسؤوليه العميل، فبنحل هذا بالتسخين، اما بيشتغل الجهاز او ما بيشتغل، واحتمال يعني يدي له لسكته يعني انه يفصل الجهاز كليا. فهيك العطل، هيك كون احنا شخصنا عطل بالشيبسيت اللي هي بالجسر. وشكرا لكم.